إذا رجعنا مشاهدينا راح ننتقل معكم إلى موضوعنا القادم، صراحة موضوع وايد مهم وفي مبادرة جدا جميلة من شابات وشباب كويتيين واجهوا أكيد معلمون ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة في الكويت، لكن عبر تقديم دروس تطوعية، يعني شيء ضد شيء، لأن فعلا الدروس التطوعية تكون بالمجان في زمن يمكن بالغ فيه أسعار الدروس الخصوصية، وهذا الشيء لأجل إزالة العبء المادي الثقيل على كاهل أولياء الأمور اللي ممكن طبعا فعلا يواجهون مع عيالهم فترة الامتحانات تحديدا، يحتاجون يمكن مراجعة وكثير من الأمور. هذا موضوعنا القادم إن شاء الله مع ضيوفنا، لكن في البداية خلونا نشوف هذا التقرير ونعود إن شاء الله. رجعنا معكم مع ضيوفنا في الاستديو الأستاذة لولو الحميدان، عضو في مبادرة معلمون متطوعون، حياك الله معنا ومنورتنا في شاي الضحى. أيضا معنا الأستاذة ألطاف الحنو، عضو في مبادرة معلمون متطوعون، حياك الله معنا ومنورتنا. وهذه المبادرة تحت عنوان درس. وقبل لا ندخل في تفاصيل المبادرة ودنا نعرف أستاذة لولو شلون بلشت معاكم الفكرة؟ الفكرة بلشت مع أستاذ بدر بن غيث وهو المنسق العام للمبادرة. طلبت منه ولية أمر بنتها مصابة في الكانسر، كمان وياكم الشر إن شاء الله، اضطرت تتأخر على حضور الامتحان. نعم. وبالقوانين وزارة التربية الحضور بعد الساعة 8 ممنوع تدخل القاعة. نعم. فاضطرت تتأخر بأمر خارج من إرادتها، ومثل ما التزمت المدرسة بالقوانين رفضت أنها هي تدخلها. فكلمت ولية الأمر أستاذ بدر بن قيث على أساس أنه تراجع حق الطالبة بحيث أنه راح ينعاد الامتحان كامل. فكلمته وقالت له يعني للأمان عرضت عليه مبالغ مادية، المكان اللي تبي، على راحتك، وين ما تبي، المهم أنه أنت تدرس بنتي. أستاذ بدر طبعا رفض المبالغ المادية وقال أنا ما أفضل أنكم بكافية أو شيء. فكتب في تويتر ساعتها أن أنا محتاج قاعة عشان أراجع حق طالبة 12. تقدموا وايد من العروض حقه، فبلش في قاعة موجودة في قاعة الاجتماعات في المركز العلمي. نعم. شرح حق هذه الطالبة ومجموعة من الطلبة في ثاني عشر وقتها، ومن يومها قرر أستاذ بدر يجمع مجموعة من المعلمين والمعلمات عشان ينضمون حق هذه المبادرة. نعم. صراحة بادرة وايد حلوة وجميلة، خصوصا بالنسبة لطلبة الصف 12، يعني يحتاجون مراجعة ويعني مستقبلهم قدامهم، يدخلون الجامعة كلية يبون نسب عالية، فالله يوفقهم إن شاء الله يوفقكم على هذه الفكرة الحلوة. لكن خلينا أستاذة ألطاف اليوم نتكلم عن عدد المعلمين والمعلمات، إحنا اللي ندري فيه هذا كله عمل تطوعي، فكم وصل عددهم اليوم عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشي صباح عليكم. صباح النور. وصباح المشاهدين. هي المبادرة انطلقت في 2017، كانت عبارة عن معلم واحد وهو أستاذ بدر بن غيث، قدم درس في مادة التاريخ ل 12 طالب وطالبة. نعم. في العام الدراسي 2017-2018 انضم 29 معلم ومعلمة. نعم. حيث قدموا 30 درس ل 180 تقريبا طالب وطالبة. نعم. لله الحمد في الفصل الدراسي اللي هو الأول 2018-2019 انضم أكثر من 44 معلم ومعلمة. ما شاء الله عدد حلو. قدموا يعني. أكثر لأكثر من 88 طالب. وتقريبا 188 طالب ايضا. نعم. قدموا حتى اكثر من 33 درس، فهذا بالعكس احنا المؤشر في عدد زياده عدد المعلمين والمعلمات قاعد يعطينا هدف اكثر وتشجيع وحماس اكثر. نعم. في الفصل الدراسي الحالي انضم لنا اكثر من 53 معلم ومعلمه باذن الله. احنا نتوقع يعني احنا في الاسبوع اللي فات بدانا ثلاث مراجعات، اي على ثلاث ايام استقبلنا ما يقارب 100 طالب. وبإذن الله راح يقدمون أكثر من 180 درس للطلبة، المتوقع استقبالهم 656 طالب. للعلمي والأدبي صحيح؟ للعلمي والأدبي. نعم. احنا كنا بلشنا في من درس أو الصف الخامس ابتدائي لحد الثاني عشر ثانوي اللي هو أدبي وعلمي، لكن بالحمد لله هذا الفصل بدأنا من الصف الرابع. نعم. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وخاصة أن هذه المبادرة مبادرة تطوعية يعني، وقاعد نشوف أهمية ونلمس أيضا أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتنمية المجتمع من خلال مبادرتكم. أستاذة لولو، شنو الهدف الأساسي والرسالة اللي حابين توصلونها من خلال هذه المبادرة؟ احنا رسالتنا اول شيء ان احنا ننشر ثقافه التطوع، سواء حق المعلم او حق المتعلمين، لان دائما المتعلمين يعني قدوتهم يكون المعلم في الغالب، فننشر هذه الثقافه ونساعد الطلبه في تحصيلهم العلمي.
أهداف المبادرة إن إحنا نحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. مثل ما قلتي مبالغ وايد، وليلة الاختبار يعني واحدة من زميلاتي تقول لي 4 الفجر خذ موعد عندي عشان يعطي ولدي مراجعة قبل الامتحان، وعاد أنت ليش تتخيلين المبالغ المادية. نساعد في تحصيل الطالب الدراسي وننمي المعلم أيضا، مو بس نطالع الطالب، ننمي المعلم أيضا كتنمية مهنية، حيث إن عندنا قدمنا منصة واحد عبارة عن طرق تدريس حق المعلمين، استراتيجيات، نعم، استخدام التكنولوجيا في التدريس، وإن شاء الله منصة اثنين قادمة ومواضيع مختلفة. صراحة يعطيكم ألف عافية، لأن المعلمين يعني عندهم ضغط التدريس ما شاء الله عليهم، واللي تطوعوا لهذه المبادرة يعني فعلا يعطيهم العافية، لأن كرسوا وقتهم ومجهودهم حق خدمة أهل الكويت وعيال الكويت، يعني يستاهلون التشجيع الصراحة. وهذا الدعم النفسي أنا أعتبره، لأن فعلا لما يشوف أن أنا راح أروح وراح يراجعوا لي شوية نفسيا يرتاح. أستاذة ألطاف، اليوم يمكن هذه المبادرة تحتاج شوية دعم، يعني أنه يكون في تشجيع بالنسبة لكم، خلينا نتكلم شوية عن الدعم. هل في دعم واجهتوا وشنو اللي تحتاجونه من خلال هالمبادرة؟ لله الحمد احنا من بداية المبادرة بالفعل احنا حصلنا دعم من القطاع الخاص، من المؤسسات الحكومية، يعني في تشجيع كبير لكم. الحمد لله، وفي إقبال، وبالعكس يعني في البعض يقول احنا ودنا نساعدكم، شلون ودنا نساعدكم، ولكن احنا بالفصل الحالي والفصل اللي طاف ايضا كنا برعاية ونشكرهم من خلال شاشتكم اللي هم دار العثمان ومشروع خذ بيدي، قدموا قاعات دراسية متكاملة، أي شيء نحتاجه هو حاليا في مجمع برومينات. فلله الحمد. احنا بخصوص الدعم بالفعل احنا نحتاج يعني دعم، خلينا نقول دعم إعلامي ومادي. احنا ودنا نساعد، ودنا نستقبل طلبة أكثر، لأن احنا عارفين ممكن أن بعض أولياء الأمور يقول والله مثلا المكان بعيد، أو مثلا نحتاج لو توفروا لنا في هذه الأماكن المعينة أو في مناطق قريبة، لكن بإذن الله يعني هذه خطتنا القادمة، وإحنا يعني نحتاج أن يعني يقدمون أي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص في امكانهم يقدمون المساعده للمبادره، احنا بنستقبلهم. حلو، خاصه ان يعني المبادره قاعد تكبر في عدد يعني الطلبه اللي قاعد ياخذون الدروس عندكم، وايضا المعلمين اللي يعطيهم الف عافيه قاعد يتطوعون في انهم يعطون هذه الحصص للطلبه. لكن هل هذه الحصص او الدروس الخصوصيه التطوعيه اللي في المبادره تغني الطلبه عن المذكرات؟ أنا من وجهة نظري كمعلمة المذكرات مشروع يعني ما أيده نهائيا، لأن في الأساس أنا ما أدري منو سوى هذه المذكرة. نعم. ولاحظنا في السوق مذكرات مواضيع مختلفة، مواضيع محذوفة موجودة في المذكرة قاعد يدرسونها الطلبة والطالبات، يعني ما لها داعي تندرس مثلا كضغط زيادة يصير على ما لها داعي، لأن ممكن اللي مسوي المذكرة يبي مردود مادي، وهو مو شرط يكون معلم يعني. نعم. فأنا أفضل المراجعة من المعلم، وإحنا الحمد لله فضل الله 53 معلم ومعلمة كانوا وما زالوا في وزارة التربية يشتغلون. نعم. فيعني عندهم الخبرة أكثر من المذكرات. نعم، يعطيكم ألف عافية، وفعلا وزارة التربية يعني وايد قاعدة تشوف في اهتمام، خصوصا في قنوات باليوتيوب في بعض الشروح لبعض المدرسين، فصراحة ممكن يستفيد منها الطالب أكثر، خصوصا بالنسبة حق خلينا نقول المراجعة. لكن أنا بتكلم عنكم اليوم في هذه المبادرة، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا منفتحة صارت على الناس، ممكن يكون في أسئلة خاصة ببعض الاستفسارات، أنا مستحيل يكون سؤال عن درس أو عن مادة، لكن أسئلة بشكل عام. هل عندكم هذا التوجه أن يكون عندكم شبكة تتواصلون فيها من خلالها مع الأشخاص اللي ودهم يستفسرون عن أي معلومة؟ بخصوص التواصل الاجتماعي أو التعليم الإلكتروني فهو يعتمد حسب المادة. نعم. ففي بعض المواد مثلا مادة اجتماعيات ما تحتاج مثلا حضور الطالب، ممكن بالبيت وهو قاعد، ممكن بالبيت وهو قاعد، او مثلا تفرق ماده العلوم في بعض مثلا المختبرات، ففي يعتمد على الماده ويعتمد على الطالب ايضا. يعني الخلاصه ان الطالب لو مثلا بيسرح بيسرح، لو كان مثلا مخه مشغول راح يفكر بشيء ثاني، سواء بالتعليم الالكتروني ولا حتى اللي هو التواصل بشكل مباشر مثلا بشكل مباشر. فهو بالنهايه يعتمد على الطالب، لكن انا يعني شخصيا او من التمسته أغلب الطلبة يحبون اللي هو التواصل المباشر، يعني لما يشوفون التعابير مثل المدرس راح نفسية أكثر، أحس إنه هو مرتاح. بغير كذي هو قاعد يغير المكان بدل ما يدرس البيت أو ما يدرس المدرسة،
شكل مختلف، فياخذ الطاقة الإيجابية من اللي حواليه. فعلا، أو إذا عنده أي استفسار مثلا ممكن الأستاذ يجاوبه بلحظة ويحصل يعني السؤال الإجابة في نفس الوقت، بدل نعم. مثلا ما ينتظر الإجابة. فعلا، عالم التكنولوجيا وايد يعني مثل ما ذكرت أسماء أنه يساعد الطلبة في أن هم يوصلون للمعلومة. هل عندكم مثلا أبليكيشن خاص في الدروس الخصوصية اللي قاعد تعطونها الطلبة؟ ان شاء الله في المستقبل في فكره ان نسوي ابلكيشن، بس احنا الحين كل معلم تقريبا شغال في حساباته الخاصه والتواصل الاجتماعي. نعم. يعني في ناس ليله الاختبار تطلع لايف على الانستغرام قاعد تشرح الماده العلميه. حلو. اي في ناس استاذ بدر بن غيث باليوتيوب موجود قاعد يشرح الماده وقاعد يستقبل حتى الاسئله. نعم. في يعني ليله الاختبار لو طلعونا حسابات في الانستغرام المعلمين ليله الاختبار يحرصون على الطلبه كلهم لايف، بس يسهرون الطلبة يعني لازم ينامون مبكر عشان التركيز. نحاول مبكر نكون حتى يعني ليل آخر قاعد نستقبل يعني من وقتهم من راحتهم. أنت عندك سؤال عندك استفسار، إحنا موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي سهلت علينا وايد أشياء يعني الحمد لله. هذا ذكاء منكم لأن الحين الكل يتواصل، هنقول وسائل التواصل صارت مهمة جدا. أي. فإذا صار توظيفها بشكل إيجابي حق الطلبة راح ينفعهم بعد ده، وهم يحب يتابع وسائل التواصل خلي يتابع شيء مفيد خصوصا ما يتعلق في الدراسة والاهتمام فيها. طيب بالنسبة حق هنقول الطلبة وأولياء الأمور، يعني من هالمبادرة هذه انطلقتوا فيها وكانت بدايتكم جدا بسيطة، ودي أعرف آراء الطلبة وأولياء الأمور شو يقولون لكم يعني من خلال المبادرة. في موقف قريب اللي هو الأسبوع اللي فات كانت بداية انطلاق المبادرة، ففي ولية أمور بعد ما خلصت بنتها من الدرس قالت لي أنا جدا سعيدة وجدا مرتاحة وأنتم ما تتخيلون شنو العب اللي خففتوه علينا، بدل ما احنا قاعدين نحاتي والله مثلا أحيانا بعض أولياء الأمور مثلا ما يبون معلم، فمثلا يبون معلمة، الحمد لله احنا متوفر عندنا معلمين ومعلمات، فهذا بعض الأشياء اللي أولياء الأمور يحاتونها فلقوها عندنا، فقالت لي أنا من كثر ما أنا فرحانة ودي ألمك. ففعلا أنا التمست هذه الفرحة. نعم. والتمست إيش كثر هما يعني أولياء الأمور مطمنين على عيالهم ومرتاحين وثقتهم هذه جدا جدا نعتز فيها. طبعا خاصة أن الدروس الخصوصية صارت عبء على كثير من الأسر، يعني ميزانية خاصة وكبيرة بالفعل. بس حق الدروس الخصوصية، وأنا أشوف أن هالشيء فعلا ممكن يأثر على ميزانية الأسرة وسبب ضغط نفسي، يعني بالفعل. أي شيء متعلق في المادة ممكن يسبب ضغط نفسي وهالشيء ينعكس على الطالب وتحصيله العلمي. أودنا أستاذة لولو تقولين حق اللي قاعد يتابعونا شو ممكن ينضمون لهذه الدروس الخصوصية المجانية. احنا الانضمام في حسابنا بالانستغرام كويتي تيتشر او معلمون متطوعون، راح يطلع الجدول بالمواد الدراسيه والساعات الدراسيه. حضور الطالب شخصيا قبل الحصه في ساعه على الاقل عشان يضمن حصول الكرسي. احنا في القاعات ما نشيل الا 12 طالب وطالبه، فبعدها يعني ما راح نستقبل يعني. يعني لازم الواحد يسارع بالتسجيل يكون يعني مركز بهالموضوع هذا اكثر. وايضا السر او السبب اللي دائما يستفسروا عن الناس انه ليش 12 كرسي، عشان الطلبه ايضا يستوعبون يكون في تركيز ويكون في تركيز، بدل ما تكون القاعه مزدحمه والطالب بالنهايه انه يرتبك او يتوتر او انه حتى ما يعرف يسال. نعم، يكون في تركيز اكثر من قبل المعلم لنقل المعلومه للطلبة. يعطيكم العافية. أكيد شكرا لكم على وجودكم معنا اليوم في شاي الضحى، وايد استمتعنا معاكم، وفعلا مبادرة وايد حلوة أنكم تعطون هذه الدروس وهذه المراجعة للطلبة. شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. ننتقل معاكم لفقرتنا الأسبوعية. دائما المرأة أسماء تهتم في مظهرها وشكلها، علشان كذي خصصنا لكم هذه الفقرة الخاصة بإطلالة المرأة وشلون ممكن تهتم بستايلها مع أستاذة واستشارية المظهر الأستاذة شيخة جمعة. تابعوها.